السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين امام مشروع خط المترو الممتد ما بين مدينة عين ناجة ومدينة براقي، وهنا نلاحظ الجسر اللي يمر فوق السكة الحديدية بتاع القطار، وكذلك هذا هو المكان اللي راح تكون فيه المحطة نتاع المترو نتاع عين ناجة. وهنا نشوف يعني الخط يبان الضخامة ديالو، وهنا نشوف مثلا المراكز نتاع الارتكاز، نقاط الارتكاز نتاع هذه المحطة، ونشوف كذلك يعني يبان الضخامة نتاع الجسر هذا، حيث انه يمر فوق الخطوط نتاع الكهرباء نتاع السكه. وهنا نشوف النقاط نتاع الارتكاز نتاع المحطه، لان هذا يعني الاعمده ترفد العرض ديالها هو يعني يوضح لنا ويبرهن بان المحطه راح تكون هنا في هذه المنطقة بالذات من الجسر، يعني تكون على مستوى الجسر نتاع المترو. ونزيد نقترب دوك نزيد نقترب من هذا الجسر، وهو على كل حال يمتد على مدى 4 كيلومترات. الجسر هذا يسمى من نوع فيادوك، هذا الفيادوك على طول 4 كيلومترات ما بين عين ناجة وبراقي. وهذا هو الجزء نتاع المترو اللي راه يكون على الهواء، جزء هوائي، حيث انه يخرج من التونيل من النفق هنا على مستوى من جهة عين ناجة، ويمر في وسط الطبيعة هنايا. وهنا نشوف الطريقة نتاع هنا نشوف المكان نتاع العرض نتاع العمود، مكان نتاع المحطة، هذا هو المكان نتاع المحطة اللي راح تبنى. احنا راح يزيد يتعرض لفيادوك يكون عريض، وما بعد المحطة يكون فيها نقطة واحدة تاع الارتكاز اللي تسمح بالعرض الكافي لمرور قطارات المترو. وهنا نقترب من ورشة ونشوف نقاط الارتكاز، فيها ثلاثة قسم يمروا ثلاثة، وهنا عريضة نقاط الارتكاز، هذا يعني أن هناك محطة سوف تبنى فوق هذه الأعمدة. ونلاحظ هنا الطريقة نتاع البناء الجسر اللي هي طريقة عصرية وبسواعد جزائرية 100%. أقول هذا لمن يهمهم الأمر، لبعض الناس المراض بالجزائر. ونخليكم تكملوا الفيديو، والسلام عليكم.